أما تعريف الاجتهاد اصطلاحاً هو استفراغ الجهد في درك الحكم الشرعي، أنت لا تستفرغ جهدك لتدرك حكماً في الحسابيات أو في التجريبيات، درك حكم شرعي. وليس استفراغ الجهد من العامي يأتي يقول سأجتهد، أو إنسان كما يظن بعض الناس يذهب ويقرأ في الكتب ويسأل الناس، هذا جهد لكن ليس هذا هو المقصود. المجتهد هو الذي يعلم كيف إذا أراد أن يستنبط حكما يرتب الأدلة، يرجع إلى الكتاب، وله فقه خاص في النظر في الكتاب، النص الذي يرجع إليه هل هو قطعي أو ظني، كيف سيجتهد في قطعي، هل النص يستفاد من الحكم إنشائي أم خبري، هل هذا النص معلل أم غير معلل، هل هذا النص يريد أن يأخذ الحكم من المنطوق أو المفهوم. فينظر في الآية في نحوها وصرفها وبلاغتها ومعنى ألفاظها واستعمالاتها عند العرب والفروق، وينظر بالمباحث المتعلقة في الألفاظ من العموم والخصوص، هل هذا عام بقي على عمومه أم عام مخصوص أم عام يراد به كله الخصوص، هل هذا مطلق ومقيد ناسخ، هل الآية منسوخة أم هي ناسخة أم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، مجملة، هل هي في الأوامر أم هي في النواهي، فينظر نظرة مختصة بالكتاب ثم يذهب إلى السنة إذا لم يجد، أم هل النص الذي في القرآن في نصوص مخصصة له أو مقيدة له أو مبينة له، والسنة مباحثها نفس مباحث الكتاب لكن تزيد أصعب، هل هذا النص متواتر أم آحاد، هل هو صحيح السند لكن شاذ لا يعمل به، هل هو ضعيف مجبور أو غير مجبور، هل هذا متصل أم غير منفصل، متصل أم منفصل، ثم يذهب إلى إجماع الناس، أجمعوا على هذه المسألة أم لم يجمعوا، لم يجد يذهب إلى القياس أقساما ومراتبا وأركان القياس، ومنه العلة وشروط العلة وأقسام العلة ومسالك العلة، فيستفرغ جهده في الحكم الشرعي، إذا لم يستفرغ الجهد يكون آثما، لكن لو استفرغ جهده بذل جميع الطاقة وأخطأ له أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهد أين يكون؟ لا يكون في القطعيات، يعني لو جاء إنسان قال سأنا أجتهد في أن الصلاة واجب، هذا مقطوع به في الإسلام، أجتهد أن العالم قديم، الأمور المقطوع بها في الإسلام هذه لا اجتهاد فيها، إذا أراد أن يجتهد من باب أنه يعني يحرر الأدلة ويعني يرتب المسائل ويرد على شبهات المنكرين هذا شيء آخر، أما المقطوع به المعلوم من الدين ضرورة من الأصول والفروع هذا لا اجتهاد به، الاجتهاد في فروع الأصول وفي فروع الفروع. فيستفرغ جهده في درك الحكم الشرعي ثم يفتي به.